مساء الخير مشاهدينا، تحية لكم من وين ما كنتم عم تتابعونا مباشرة عبر هوا الاو تي في. بننطلق الليلة بحلقة جديدة من برنامج شو إلك وشو عليك، لنحكي اليوم عن مشاكل الضمان الاجتماعي. هذا الموضوع يلي كل مرة منعود ومنطرحه بشو إلك وشو عليك. اسمحوا لي أولا رحب بضيفنا الموجود معنا، مستشار مدير عام الضمان الاجتماعي دكتور غازي أنصو. أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا غازي. بكم. أهلا بكم. وأيضا مشاهدينا بدي رحب بجو الخبير المالي ومعد البرنامج. مساء الخير جو. مساء الخير. مساء الخير. طبعا مشاهدينا، قبل ما نبدأ حوارنا بدي أذكركم أنه فيكم تكونوا عم تتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر صفحة فيسبوك جو صقر توكس. مثل كل مرة دكتور غازي، يعني صرت من أهل البيت وكل مرة منكون عم نطرح موضوع الضمان الاجتماعي، اللي صار في كتير أسئلة عم تداول مؤخرا. كل مرة في مشاكل جديدة، كل مرة في هيك مسائل ما بتكون كتير مطروحة بشكل العالم تفهم الحلول تبعها. أزمة حقيقية عم تتفاعل، يمكن ما عم تحظى بالاهتمام المطلوب وفي سكوت عليها إذا بدك بمطرح معين. اليوم معك رح نعرف أكثر المواضيع اللي بتتعلق إن كان بتعويضات الموظفين أو إن كان بموضوع آخر اللي هو الاستشفاء، المستشفيات والطبابة. وبتعرف يعني اليوم مع ارتفاع الأكلاف الاستشفائية بشكل جنوني إذا بدك، رح يتوقف اليوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بعد ما تكبد زيادات كتير كبيرة، بده يعرض نفسه اليوم للإفلاس ولا شو رح يعمل بهيدي الحالة؟ وخصوصي أنه هو الملاذ الوحيد لتقريبا 1,600,000 مستفيد منه، شو رح يصير بهالحالة؟ مسيكم بالخير والمشاهدين جميعا معنا. مثل ما عودناهم إن شاء الله تعالى بنحكي بصراحة وبنحاول نحكي بشيء بما يكفي من الجرأة. بنحاول على كل حال، سواء الأستاذ جو أو الآن سمير بيل، فيهن البركة إنهم هلأ يعطونا زخ كبير من الأسئلة وإثارة موضوعات بتهم المواطنين، بتهم المضمونين، بتهم المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن مجتمع الضمان الاجتماعي. نعم. الضمان الاجتماعي إلى إفلاس؟ لا، هي صرنا مأكدين عليها دائما. الضمان الاجتماعي ليس إلى إفلاس، ولكن الضمان الاجتماعي حالته حالة البلد مأزوم بأزمات البلد. ومن هلأ بالتفصيل بنحكي ليش ما في إفلاس مع الأسئلة، يعني نعم. مناش دغري نفوت مباشرة. نعم. بس بدي أقول شغلة أساسية اللي بهمني بهالحلقة، هذه حلقة شو إلك وشو عليك. شو إلك؟ إلك الضمان الاجتماعي. وشو عليك؟ عليك إنك تصرخ. مش أنا قلت اليوم بدي أحكي مع الناس أكثر بصراحة وأكثر بجرأة، وخصوصا اني كنت استلمت بالضمان الاجتماعي سابقا. انا تقاعدت من الضمان الاجتماعي والان صفتي استشاري مع المدير العام، مستشار سعادة المدير العام الدكتور محمد كركي، من وجه له كل التحية والاكرام والتقدير ايضا، لانه عم يبذل جهود غير عادية في سبيل تحسين وضع المضمون بالامكانات المتاحة، بالامكانات الادارية والاونية المتاحة عنده. ما كمان مش انه يعني هلأ الضمان الاجتماعي مدير العام بيقدر ياخذ قرار، بيوصل بيكتب قرار ترفع التعريفات بنسبة كذا كذا بيمشي الحال. لا، نعم. مش هيك الحكي ابدا. بدي اقول انه نحن سبق اذا تذكروا اول مرة يمكن قعدنا هون من حوالي سنتين ونص او ثلاث سنوات، صرخنا وقلنا يا عمي الضمان الاجتماعي وضعه عم يصرخ، عم كنا نستعمل تعبير انه في صرخة حقيقية، في صوت، في عم نعلي الصوت انه في شبه بداية انهيار لليرة اللبنانية، ولكن في اموال كثير كبيرة على الدولة اللبنانية مستحقة لصالح الضمان الاجتماعي لازم تسددها. اذا لم تسدد هذه، انا بذكر كنت بجلسة اللجنة النيابية، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اللي كان برأسها النائب الدكتور عاصم عراجي، عصام
عراجي صح. عصام عراجي نعم. منجول التحية لأنه حقيقة كان مهتم الرجل وكان كثير إيجابي، وإذا عم يسمعنا حقيقة منجول التحية. فكنا باللجنة وأنا كنت ساعتها كمدير ضمان مرض وأمومة عم قلن بصرخ الصوت إنه إذا ما دفعت الدولة أو قصتت أو ساهمت مما عليها خلال 6 أشهر رح نوقف دفع الضمان المرض والأمومة، الضمان الصحي no. مش كل الضمان no. الضمان الصحي فقط، فرع الضمان الصحي. وبذكر ساعتها هو قال بنهاية الجلسة قال إنه بلغنا فلان هيك 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 وهي مسألة خطيرة وإلى آخره. المهم ساعتها وزير المالية حول أول مرة 100 مليار، بعدين 100 مليار، وكل مرة عم يتحول شيء معين. هلأ بسنة 2022 تحول لحد هلأ كمان 200 مليار، مبالغ مش كافية، ولكن بتأجل شوي المشكلة إن صح التعبير. أنا بدي أقول إنه كنا قد رفعنا الصوت، ولكن في 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 شغلتين. نعم. الشغل الأولى إنه فعلا ما كنا نلاقي الاهتمام المطلوب، نلاقي نوع من الاهتمام، الاهتمام المطلوب من المعنيين في السياسة اللبنانية من كبار سياسيي لبنان. هذه واحدة. اثنين إنه الانهيار المالي في لبنان تجاوز كل التوقعات. طبعا ما حدا كان متخيل للأسف انه دولار ب 1500 ليرة يصير دولار بتجاوز 32,500 ليرة. ف حجم الانهيار شيء مذهل. عم بصححوا لي فوق البراجي 34,600، يعني هذا الموضوع اللبنانية كلهم طبيعي صاروا عارفينه. فبس أنا بدي أقول إنه كنا قبل يعني ساعات المدير العام حقيقة دكتور محمد كركي صرخ عدة مرات بيانات ومطارح، عدة مطارح، وأنا كمدير ضمان مرض وأمومي سابق طرحت هالأمور هي كمان عدة مرات، ولكن آخر شيء كنا نشوف يعني مثل في جرح كبير ينحط له شوية سبيرتو هيك أو شوية معقم لحتى ما يلتهب أكثر للأسف. إيه. وإلا لا، هو بده عمل جراحي. العمل الجراحي كان إنه صير في سياسة حقيقية اجتماعية ترفع من مستوى الضمان الاجتماعي بكل ما فيه من تعيين مجلس إدارة جديد، إيه؟ مع احترامي إلى أشخاص أعضاء مجلس الإدارة الحاليين كمان بوجه لهم تحية، المشكلة مش فيهم، المشكلة نفسه بالبنية لمجلس الإدارة اللي كان 26 صار 15، يعني ما بتزبط، وبعده النصاب 14. فإلى عدة أمور رح نحكي فيها بالحلقة من نشدور نبلغ. خلينا قبل ما نتابع أخذ رأيه لجو بموضوع الضمان وكل هالمشاكل اللي كان دكتور غازي عم بيحكي عنها، شو تعليقك؟ يعني مشكلة الضمان هي مشكلة البلد، مش بس مشكلة الضمان. هلا سألتي للدكتور غازي إذا الضمان رايح للإفلاس. ضمان ما بيروح للإفلاس طول ما هو عم بيسدد بالقيمة يلي عم يقبضها أو بالعملة يلي عم يقبضها. يعني الضمان اليوم بيقبض اشتراكاته بالليرة اللبنانية وعم بيسدد بالليرة اللبنانية هون، ما في مشكل، ما في مشكل بعملية فروقات قطع، انه عم مع انه كل شيء بالبلد مدولر بس ضمان اشتراكاته باللبناني عم يسدد باللبناني. هون ما في افلاس، ولكن ضمان ما رح يكون عنده قدره يلبي المضمونين بكثير حقيقيه. صح. يعني اليوم مشكله الاستشفاء يعني طالعه الصرخه انه يمكن الاستشفاء صار بس لطبقه معينه. صح. للناس، وعقد ما عم نقول انه يمكن الضمان مش رايح للافلاس، يمكن المعنيين لازم يسمعوا هيدا الشيء، يمكن شوي بيطمنوا بينهم، يعني لازم بمطرح معين نقول لا انه في خطر على مشكله الصندوق بشكل عام. كلمه خطر شيء وافلاس شيء ثاني. كلمه خطر بلا شك في خطر بلا شك، هي عم اقولها بشكل واضح الان على الشاشه. الضمان الاجتماعي بما يتعلق بتامين كافه احتياجات المضمونين الطبيه والصحيه بلا شك في وضع مأزوم كثير 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 كبير. ولكن انه بيروح على الافلاس مثل ما ذكر الخبير مي، لا ما بيروح على الافلاس. هذا شيء وهذا شيء، هذا بتسميه انت هذا كونتري ريسك، يعني هذا خطر خطر بلد، يعني مش خطر الضمان بيتاثر بمخاطر البلد. وهيك الضمان على اي خطر هو يأفلس كضمان وحده اذا بيستمر بنفس وتيره قبض الاشتراكات وتسديد المستحقات بيضل مرقلج. دكتور نعرف الضمان عم بيحول للمستشفيات مبالغ كل فتره،
هالمبالغ هيدي قد ايه تقريبا بتكون، وهل في زياده، عفوا في زياده على هالمبالغ؟ انا اليوم اذا لاحظت جايب لك معي ورق غير العادي، لانه لحتالي وثق كل 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 شيء يعني. اذا انطلب نوثق موجودين الاوراق. حقيقه الضمان الاجتماعي سدد عن اشهر ايار وحزيران وتموز واب للمستشفيات سلف بمقدار معدل شهري 37 مليار ليره لبنانيه. للمستشفيات واللجان الطبيه بالمستشفيات بطبيعه الحال. ف كما كنت تقول استاذ جو، انه الضمان الاجتماعي عم يقبض مستحقات بمستوى اشتراكات معينه على اجور معينه، بالتالي عم يسدد وفق التعريف اللي هو عم يتعاطى فيها مع المستشفيات والاطباء. فعم ندفع 37 مليار ليره بمعدله 37 مليار لكل شهر للمستشفيات والاطباء. نعم. طب دكتور غازي، ليش اليوم بعض المستشفيات عم تطلب مثل ضمانه من مرضى الضمان؟ المستشفيات ما بعرف اذا حدا رح يكون بالحلقه اليوم معنا يعمل مداخله يعني. لا لا، مريحينك اليوم مريحين. لا يعني صرت انا سامع عده مرات نقيب الاطباء، نقيب المستشفيات الاستاذ هارون كمان نوجه له التحيه وبنقول له يا استاذ هارون، يا كل المستشفيات، الضمان الاجتماعي يشعر بوجعكم. يشعر شو الوجع؟ شو القصه؟ شو المشكله؟ طيب اذا المستشفيات موجوعه المضمون شو؟ المستشفيات عم تقول انا عم اشتري هالقطعه هذه بالدولار، وغالبا بشتريها بالدولار الفريش، بالتالي الدولار فريش يعني سوق سوداء. فالاكلاف مش كلها زادت بنسبه الدولار طبعا بطبيعه الحال، واهمها الاجور. الاجور حقيقه ما زادت بنسبه ارتفاع الدولار او بنسبه انهيار الليره اللبنانيه. بنفهم هي المساله. فعشان هيك اللي عم تحصل انه كون الضمان الاجتماعي لا زال على التعريف القديمة، التعريف لما كان 1500 ليرة دولار، وبعده عم يسدد ضمان الاجتماعي على التعريف القديمة، بالتالي المستشفيات عم تعمد الى تكبيد المضمون بفروقات هائلة، وهالفروقات عم تكون قسم منها لبناني، قسم منها دولار او كلها دولار، واحيانا عم ينقال بدهم ديبوزيت والى اخره. الضمان الاجتماعي ما ذلك عم يتدخل ببعض الحالات، مثلا موضوع غسيل الكلى. الكلى الضمان الاجتماعي عم يقول انا ما بدي فروقات نهائيا على المضمون. هذيك اليوم مستشفى طلبت بعض الدولارات، فمباشره ساعات مدير عام الضمان الاجتماعي اخذ قرار بتوجيه انذار الى هي المستشفى تحت طائله عدم دفع السلفه وفسخ العقد. فعم نتابع يعني، عم نتابع الاداره اكيد عم بيصير في متابعه. نعم في متابعه، ولكن هل يستطيع الضمان الاجتماعي بالوضع الحالي بالتعريفات الحاليه بالاشتراكات الحاليه وبالتكاليف الحاليه الموجوده بالمستشفيات انه يحل المشكله؟ لا، المساله بدها معالجه اكبر. نعم. طب هل صحيح اليوم انه تقديمات الضمان انخفضت من 85% لحوالي 6%؟ مزبوط. ممكن بعض الحالات نعم، ممكن لحد 10%. ايه حد 10-12% 15% جو شو رايك بهالموضوع؟ لانه 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 بكل عم نشرح، لانه مساله تعرف بعد على 1500. نعم تفضل. هي الفرق بين 85 وال 6% هي الفرق بارتفاع سعر صرف الدولار من 1500 ل قد ايه له شباب 33600 يلي. نعم. هو يعني شيء قريب على 30,000 ليره. اليوم الضمان اذا تنبسطها كان يدفع 85% من كلفه شيء معين، لنعتبر رحتي قدمتي ادويه على الضمان، لنعتبر هيدا الدواء حقه 100,000 ليره، كان الضمان يدفع منه 85% من الطبابة 80%، من الاستشفاء 90%. نعم. وبعض حالات الاستشفاء 100%. نعم. تنعتبر انه كان يدفع 80,000 ليره من اصل دواء. نعم. حقه 100,000 ليره. اليوم كيف صارت هيدي العمليه الانخفاض من 80% ل 6%؟ الدواء بعده تسعيرته بالضمان، دواء اكس اسمه، بعده تسعيرته 100,000 ليره
بالضمان، وبعدك انت عم تقدمي وبعدك عم تقبضي 80,000 ليره، بس الدواء بالسوق اليوم هو ذاته صار حقه 600,000 او مليون ليره. نعم صار اذا صار حقه مليون ليره معناتها انت ست عم تقبضي 8% من قيمته مش 80%، لان طلع هو 10 مرات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار 15 مره تنعتبر. سو من هيك ما فيك تقولي انه تقديمات الضمان انخفضت، اذا بتاخدي تسعيره الضمان بعد 80% بس تسعيرة الدواء يلي بالسوق يلي صار مرهون بقيمة سعر دولار النقدي الفعلي أو سوق السوداء بالعامية، هل هي هيك صار؟ هون الفرق بيجي بين 80 أو والثمانية أو الستة أو حسب قد ارتفع الدواء. في شيء تعديل للويح الدواء دكتور؟ لويح دواء اللي بيستر الضمان وبيزود فيها كمان المستشفيات، في تعديل للويح الدواء قيمتهم؟ يعني بعدنا عم نحكي حتى الآن بعد القيم هي ذاتها. نعم حتى الآن هذا الموضوع يعني يتعلق بشكل مباشر بموضوع التمويل والإنفاق. نعم إذا ما في تمويل، ما في تعديل بالتمويل، ما في رفع للتمويل لحجم التمويل، ما فيك ترفع حجم الإنفاق. من هون مثلا بيجي هلا بنتقل من موضوع الدواء، اخذ مثل حقيقي موضوع الاستشفاء واللي هو بدات في الآن سميرة بيل. طب موضوع الاستشفاء طرح يعني انطرح مشروع لزيادة التعرفة، وين من انا بذكر من 10 اشهر، من 10 اشهر وما زال ما بين اخذ ورد ما بين اخذ ورد، الى ان هلا الاسبوع الماضي صوت مجلس الاداره على قرار بالشكل التالي: رفع الاستشفاء 3% ثلاث اضعاف على كل الاعمال الاستشفائيه الجراحيه اللي بتطلب جراحه بشكل مقطوع من الكلفه اللي ثلاث أضعاف تنضرب الكلفة اللي وضعتها وزارة الصحة، وبالتالي الضمان الاجتماعي بيصير بيدفع مساهمته ضرب 3 بس بشكل مقطوع، بده ينحط مقطوع لكل عمل جراحي بناء على التسعيرة اللي حاطها وزارة الصحة، ما نضربها ب3 وندفع نحن بشكل مقطوع. هيدي واحد. أما الأعمال غير استشفائية غير الجراحية، مختبر أشعة وإلى آخره وشغلات من النوع وما إلى ذلك، كل الأعمال الاستشفائية غير الجراحية رح تنضرب بضعفين ونصف. فهذه خطوة صوت عليها مجلس إدارة الأسبوع الماضي، هلأ بدو عيد التصويت لأسباب إدارية بعيدة الأسبوع الجاي وبتمشي دغري مباشرة بتمشي. في خطوات عم يحاول الضمان الاجتماعي بطبيعة الحال هذا الموضوع رح يخفف عن المضمون. نعم رح يخفف، يعني لو فرضنا حتى الطبيب اللي كان 50,000 ليرة مثلا رح يصير 125,000. نعم وهكذا دولة. نعم. 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 طيب هيك عم تحكي اليوم عن الطبيب والأطباء، اليوم هل سيعاد النظر بالأسعار، علما أنه منعرف أنه في مثل اتفاق بين نقابة الأطباء والضمان الاجتماعي على أجر الطبيب؟ أجر الطبيب الشيء اللي ذكرته قبل شوي أنه هو عبارة طبيب الاختصاصي 50,000 ليرة، الضمان الاجتماعي اليوم راح يقول أنه أنا راح أرفعها ضعفين ونص يعني 125,000 ليرة. هل قد راح يصير؟ بتقيلي هل في بالآفاق راح ترفعوه أكثر؟ بقول لك مجرد ما يتعدل التمويل، مجرد ما تزيد الاشتراكات أو تزيد مالية الضمان الاجتماعي من الدولة اللبنانية اللي عليها المستحقات أو من دعم خارجي أو من أي برنامج تمويلي آخر، فليكن، شو المشكلة؟ بطبيعة الحال الضمان الاجتماعي ما بده يكدس أمواله، بالعكس الضمان الاجتماعي الأموال اللي بتجي لعنده لحتالي يدفعها للمستحقين، مجرد ما يتحسن التمويل بتتحسن سياسة الإنفاق. نعم بس اليوم شو هي، في كتير مشاكل، بس شو هي أهم المشاكل يلي بتواجه المضمونين بشكل خاص ليقدروا يحصلوا أو للحصول على موافقة صحية؟ وهل اليوم في مثل هيك مثل تسهيلات معينة؟ إذا قصدك موافقة الاستشفاء، موافقة الاستشفاء عم يحصل عليها الضمان على المضمون بشكل سريع، يعني مجرد ما يجيب معه موافقة
لطلب الموافقة مع إخراج الأيد أو الصورة عن الهوية أو شيء من هالقبيل، ونحن سهلنا الأمر يعني. حتى عفوا لما كنت أنا موجود بمديرية ضمان مرض الأمومة عملت عدة مذكرات لتسهيل إعطاء الموافقة الاستشفائية، منها في حال ما قدر جاب إخراج أيد، لأنه بعض المطارح بالدولة اللبنانية بمأمورين نفوس ما في إخراجات أيد. هي حليناها بطريقة معينة دغري، أوجدنا لها حلول. وكمان مدير الضمان المرض والأمومة الحالية السيدة سحر مجري كمان نوجه لها التحية، كمان أكدت على هذا التعميم لحتى بموضوع إخراجات الأيد لحتى يتسهل موضوع حصول المضمون على موافقة استشفاء. ما في مشكلة من هالناحية. المشكلة أبدا ليست في التفاصيل الإدارية وليست في المعاملات، المشكلة في قيمة هذه المعاملات، وقيمة هذه المعاملات تعود إلى الانهيار المالي الذي حصل في لبنان، وإنه ما واكب هذا التضخم الهائل في لبنان، هذا التضخم ما واكب زيادة اشتراكات أو زيادة موارد وإيرادات مالية للضمان الاجتماعي. مثلا أعطيك مثال، صار في زيادة أجور 1,325,000، صحيح؟ طيب هي بالنسبة لنا كضمان اجتماعي بتعني زيادة إيرادات، نعم. دغري عكسناها على زيادة تعرفة الاستشفاء اللي قبل شوي قلتها ثلاث مرات، نعم ثلاث مرات مباشرة انعكست. عبكرة بتقلي صار في زيادة أجور أخرى، بكرة بتقلي الدولة اللبنانية من أصل 5000 مليار اللي كانوا يساووا 3 مليارات دولار، اليوم 3 مليارات دولار، صح؟ 3 مليارات دولار، بينما اليوم انهارت بالمره قيمتهم. مع ذلك عم نقلها لحضره الدوله اللبنانيه، خليها تعطين هول الضمان الاجتماعي وشوفوا سلوك الضمان الاجتماعي المالي كيف بتحسن. فالمساله يعني مثل ما احيانا بينقال، العين بصيرة واليد قصيرة. فعين الضمان الاجتماعي شايفتهم للمضمونين وشايف حرقة قلوبهم، خاصة على أبواب المستشفيات. بس يا أخي، هل يستطيع الضمان الاجتماعي يعطي ما لا يمكن له أن يعطي؟ بيعطي فلوس لا كل هالتكاليف لما بزيد الإيراد. والآن على كل حال بكل الأحوال في سياسة اقتصادية ومالية واجتماعية البلد كلها سوا لازم ينعاد فيها، لازم يعاد النظر فيها كلها سوا. لش الأجور الحالية يعني حد أدنى 2 مليون ليرة قد بيطلع بالدولار، أو الحساب ليون انت لا ما بحسب لنا إياهم شي 60 دولار يعني. 60 دولار يعني بيعيشوا بني آدم. طيب دكتور، بس حضرتك هلا ذكرت تعرفة الطبيب 125,000، مش معقول طبيب يقبض اقل من 4 دولار بالمعينة، معناتها انه تسهيلة الطبيب لازم كمان يرجع ينظر فيها من قبل الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي رح ينظر بتعديل كل شيء في حال تحسن التمويل، ولكن بعدنا عم نحكي بحد ادنى الاجر 2 مليون ليرة 60 دولار. 2 مليون ليرة. تستغرب انه فقط تتحسن تعرفة الضمان. انا عم اقول تعرفة الضمان للطبيب الاختصاصي 125,000. ما عم اقول لك انا 125، بس ال 125,000 بتواكب تنسجم مع وضع الاجور الحالية. طب انا لما بيكون راتبي هالقد بالليرة اللبنانية، مليونين او ثلاثة او اربعة او خمسة، واذا بقبض خمسة او ستة مليون بيكون شيء عظيم بالدولة اللبنانية، لدرجة انه البنوك اليوم عم تعرف عم تعطي بالشهر 5 مليون ليرة فقط لغير. طيب لم انا بدي احكي بالخمسة مليون، بديش احكي بالاثنين مليون. اللي بدي ياخذ الخمسة مليون ليرة يعني بيطلعوش 200 دولار، نعم، وبده عيش ما بين كهرباء الاشتراك وما بين مصاريف السيارة وما بين مصاريف العائلة ومدارس ودنيا وكركب وأكل ومش عارف شو بعد كل شيء. آخر شيء بتقلي هذا ما بينسجم مع 125,000 للطبيب؟ لا بينسجم. ما عم أقول لك أنا ما بيستاهل أكثر، بالعكس هلأ بحيي الأطباء كلهم وبقول لهم بتستاهلوا أكثر، بس هيك وضع هالقد. مثل بدي أنت الدغري هيك قلت لك بدي أحكي، نحيي الأطباء جوا البيت عندك وطلوع
يعني لانه عندك بالبيت نحن بنعرف عندك اطباء. صحيح. دكتور قبل ما نطلع على البريك يعني وصلني كان سؤال نعم. عن ما له علاقه بموضوع الطبابه يلي هو له علاقه بموضوع رفع الحد الادنى يلي عم تحكي فيه حضرتك انه لما صارت تنرفع الاجور بهيدا الشكل بتتناسب مع الوضع المعيشي للمواطنين، هيدا الشيء رح ينعكس يوما ما على تعويضات نهايه الخدمه، لانه نحن بنعرف انه تعويض نهايه الخدمه يحتسب على الراتب الاخير يلي الواحد صح 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 مزبوط. واليوم في شركات من تلقاء نفسها راحت زادت الاجور كمان لا تقدر تحافظ على موظفينها ما يسافروا برا لبنان او ينقلوا على شركات يمكن قادره تدفع بالدولار النقدي. نعم. في البعض عم بيقول انه هون كمان الشركات يوما ما رح تقدر تحمل هالفرق الكبير بتعويض نهاية الخدمة من واحد قضى 20 سنة راتبه 5 مليون ليرة على أساس هو بيقبض، أو تنهون 4.5 مليون على أساس هو مدير وبيقبض 3000 دولار بهداك الوقت، على معاش 30 مليون ليرة هلا وهو بعده أقل من 1000 دولار بس عم نعطيه 30 مليون ليرة. طيب صار تعويضه إذا بعد ناخد بكرة بعد 30 سنة صار مع تعويضه 30 مليون ضرب 30 سنة. لنكون واضحين أستاذ جو، لنكون واضحين وخليني أحكي مع الناس ومع المسؤولين والمعنيين بشكل واضح. نعم تعويض نهاية الخدمة رح يحتسب على أساس 30 مليون ليرة على آخر راتب. على آخر راتب. على آخر راتب سواء كان 30 مليون أو 50 مليون أو 100 مليون بكل وضوح. أما بتقلي إنه هل تستطيع الشركات، إن الشركات غالبا والمؤسسات التجارية لش بعدها عم تكون عندها موارد على أساس دولار 1500؟ وين هي موجود؟ وين؟ نعم. وين موجود؟ الدكانجي اللي حد مني اللي عم يبيعني 1 2 3 نسكافيه ومش عارف شو بعد، والخضرجي اللي حد مني لما كيلو العنب ب 20,000 و30,000 و40,000 و50,000، ذيك اليوم جبته 50,000 يا خيي أنا بلحظة معينة. فلش بعد في حدا من وسائل من مؤسسات الإنتاج، مؤسسات التجارة بعده عم يتعاطى معانا على دولار 1500 أو دولار 8,000 طبعاً أو دولار 34,000 مثل ما قلت قبل شوي الآن سامير بيل؟ لا، عم يتعاطى معنا على دولار السوق. فبالتالي هالشركات هذه بدها تعاطى بشكل واقعي وحقيقي مع الأكلاف الحقيقية، وهي بطبيعة الحال بدها تعمل حساباتها. بتقلي هي المسألة أنتوا بالضمان الاجتماعي عم يخذها بالاعتبار؟ بقول لك نعم. وهلأ رح فاجئك، ممكن كل مبلغ التسوي اللي عم تحكي عنه واللي خايفان منه الأستاذ جو والمؤسسات العمل ممكن يصير صفر. بتقلي كيف هيك؟ بقول لك الآن هذا المشروع اللي كان بسألني عنه اللي رح أسألك عنه اللي هو تعويض نهاية الخدمة. تعويض نهاية الخدمة، وعدة مرات قلتها هنا على الشاشة عندكم انه في مشروع تحويله الى نظام تقاعدي. بنظام التقاعد اي معاش مدى الحياة وما بعد الممات، ما بعد الممات الورقة يعني. احسن ما نروح المطرح الثاني. فهذا بيخلي انه مبلغ التسوي اللي بتدفعه مؤسسات العمل صفر. فالخوف اللي أنتوا خايفينين منه بيروح بينتهي. نحن كل أشكال الإنتاج، كل عناصر الإنتاج، كل مؤسسات الإنتاج، الدولة، أصحاب العمل، العمال، الأجراء، هو الثلاثي موجودين اليوم بعدة مطارح، منها موجودين بلجنة المؤشر. وهذا النظام اللي عم أحكي عنه هي معلومة كتير مهمة. صدر. حاليا صار موجود برعاية وزير العمل واللي هو عم يهتم فيه وزير العمل معالي الوزير الأستاذ مصطفى بيرم، كمان بحييه وبحييه مش مجرد لأني قلت اسمه، لأنه عن جد بوزارة العمل بهالمضمون بهالموضوع هذا موضوع الضمان الاجتماعي عم يهتم بطريقة مميزة عن غيره. بالتالي الآن هذا الموضوع مطروح بلجنة المؤشر اللي موجودين فيها كل
مؤسسات الإنتاج، دولة وأصحاب عمل وأجراء، ورح نوصل قريبا إن شاء الله تعالى، لأنه طرح مدير عام الضمان الاجتماعي سعادة الدكتور محمد كركي طرح مشروع انتقالي، مشروع مرحلي، لأنه يا أستاذ جو لحد هلأ ما يقرب من 20 عام، 20 سنة هذا المشروع موجود في لجان المجلس النيابي ولم يبصر النور. نعم، ولم يبصر النور لخلافات كثيرة موجودة بين وضحت. نعم. وضحت. نعم. بشكل عام الفكرة. نعم. أكيد مواضيع أخرى تانية متعلقة بالضمان رح نكون عم نناقشها، ولكن بعد البريك. بريك ومنرجع. عودة لكم مشاهدينا، برحب فيكم عن جديد بحلقتنا بشو إلك وشو عليك، وبرجع برحب بضيفنا مستشار مدير عام الضمان الاجتماعي دكتور غازي أنصو. أهلا وسهلا فيك عن جديد. يعني كنا عم نحكي عن مشاكل الضمان مثل العادة، مثل ما هو واضح. خلينا نكمل من المعروف بنظام الشيخوخة يلي هو نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. أول شيء، وين صار هيدا النظام؟ مين بيستفيد منه؟ في كتير أسئلة غير متعلقة فيه، أهم المبادئ كمان أيضا اللي قام عليها هيدا المشروع، مشروع القانون. نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، أو بالأحرى لما كان مشروع قانون وتحول مثل ما قلت قبل شوي قبل البريك على مجلس النواب، من مما يقرب 20 سنة، ولا زال في أعمال اللجان، ومع الأسف لم يقر حتى الآن لخلافات كبيرة. فصار الموضوع بعهدة وزير العمل الأستاذ مصطفى بيرم وسعادة المدير العام دكتور محمد كركي. نعم. وانعمل على مسودة طويلة عريضة. المدير العام عمل عدة اجتماعات، منظمة العمل الدولية وخبراء وإلى آخره، عدة اجتماعات للوصول إلى مسودة لهذا النظام، وسميناه نظام انتقالي أو نظام مرحلي. نعم. بيقول إنه يعني الفكرة هيك لحتى نهونها على الناس، هلأ نحن الآن مش بمحاضرة جامعية. نعم. يعني ما نحن عم نحكي على قناة تلفزيونية مع الناس بشكل مبسط، انه هالتعويض هيدا بدل ما تقبضوا انت تخير. تخير. نعم. اما بتقبضوا تعويض نهاية خدمة دفعة واحدة، واما بتقبضوا معاش مدى الحياة. نعم. المعاش مدى الحياة بتقلي تقريبا قدي بصير التعويض تقريبا، عاملينه بالدراسات بصير حوالي 3 أضعاف. اها، 3 أضعاف. بتقلي طيب وإذا صار في غلاءات معيشة بعدين؟ بقول لك بتلحقوا. بتقلي وإذا مات المتقاعد؟ بقول لك بيلحق الورثة. بتقلي مين بيستفيد؟ عم تقولي شو شروطه؟ رح أقول لك بيستفيد كل من له 20 سنة خدمة وبل 20 سنة مضمون وبلغ 64 سنة، بلغ سن التقاعد. طيب استفادت المتقاعدين من الضمان الصحي ما بعد التقاعد؟ هذا كمان قطعناه من زمان يا ميرابيل، قطعناه من 16/2/2017. اي بس عم يتطبق طبعا. من 16/2/2017 الضمان الاجتماعي عم يطبق القانون اللي له علاقه باستفاده المتقاعد من الضمان الصحي، بكلفة بسيطة، بكلفة 60,000 ليرة بالشهر، يعني مش هالكلفة العظيمة يعني. بس هيدا قالوا شروط، يمكن إذا يكون واحد تقاعد 20 سنة، نفس الشيء لا تقاعد بفترة معينة، يعني مش إنه له زمان، يعني تقاعد من بعد صدور القانون، أو بعد صدور القانون. نعم. صار له 20 سنة خدمة. صحيح. وعمر 60 سنة، يعني وعمر 60 سنة، يعني لو فرضنا ترك العمل بعمر 55. نعم. ترك العمل بعمر 55 وإله 20 سنة مضمون. نعم. بينطر 5 سنوات بيرجع يستفيد من ضمان تقاعد. بتقيل بهالخمس سنوات الضمان الاجتماعي شو معطيه خيار؟ بقول لك معطيه خيار الضمان الاختياري. نعم. نعم. انت عندك سؤال على الضمان الاختياري؟ هلا شو دغري مدام الله. لانه مرق معي سؤال. نعم. عن الضمان الاختياري. نعم. وكنت يعني بدي مرقه لحضرتك. هو عندي يعني حالي اللي بيكون مضمون اختياريا. نعم. هلا ذكرت حضرتك انه في يكون تحت 60 بعده، يعني اللي اي حدا مضمون بس. نعم. لحتى اقول من بينضم اختياريا حاليا. قبل كان مفتوحه زمان. حاليا اي حدا كان مضمون وترك بعد ترك العمل خلال 3 أشهر بحق له يكون مضمون اختياري. نعم. شو بيستفيد ضمان صحي؟
نعم. هذا الشخص صار معه هذا الموضوع وانضمن اختياريا. نعم. ومن بعد هالفترة رجع لقى شغل. صح. وتوظف بأحدى الشركات. مجرد ما لقى شغل بصير مضمون على شغله جديد إلزاميا. نعم. إلزاميا مش اختياريا. نعم. ها؟ إلزاميا و بينتهي الضمان الاختياري تاعه. وأي مرة بيرجع بيترك هيدا الشغل إذا ما كان بعد وصل للستين بيرجع بينضمن اختياريا. بيرجع ينضمن اختياريا خلال 3 أشهر بعد ترك العمل مباشرة. نعم. بس صار عمره 60 سنة وإذا كان عنده 20 سنة خدمة بيكون مضمون تقاعدي ببدل بسيط. نعم. طيب. نعم. صدر مؤخرا تعرف كل شوي بيعدلوا بدل النقل القانوني. كل ما يطلع صح. البنزين هلا هل صار 95 صار 95 ألف ليرة بالقطاع الخاص. نعم. صدر هيدا المرسوم. صح. ودائما بتصدر المراسيم بلبنان تطبيقها يا لورا يا بنفس النهار وهيدا شيء يعني ما بيصير اجباري. هو اصول ما بعرف هلا بديش احكي بالاصول. نعم. انا مش قانوني بس. نعم. بس الشيء المتعارف عليه. نعم. المراسيم والقوانين من حين صدورها بالجيدة الرسمية. بالجيدة الرسمية صحيح. صح. بس اليوم عندنا إشكالية إنه صار 95 ألف. طيب. بدل النقل القانوني. أيوة. صحيح. طيب عندك شركات أصلاً عم تعطي بدل النقل القانوني بالدولار النقدي واليوم إذا عطيت الموظف 5 دولار نقدي بدل نقل قانوني عم تعطيه أكثر من 95 ألف. كل ما يزيد على 95 ألف يدخل في الضمان الاجتماعي. نعم. بس نحن بنعد سيدي. نعم. نحن انا كنت مدير التفتيش بالضمان. نعم. وكنت قبل مدير التفتيش يفتش اول قبل مفتش اول مفتش نحن. نعم. ونحن حوالي 100 مفتش بالضمان الاجتماعي بكل لبنان. نعم. كل ما يزيد عن بدل النقل القانوني يصبح من لواحق الاجر ويخضع للاشتراكات الضمان. بس انا بدي السؤال اللي عندي اصعب من هيك. السؤال اللي عندي انه بالضمان بعدكم تتبعوا انه الدولار النقدي 1500 ليرة. هلا انت عم تقول عم يعطيه فريش. اي بس ما الدولار بعده 1500 بالنسبة للضمان. انا اذا بعطيه 5 دولار فريش بالنسبة لي بمحاسبتي هي 7500 ليرة. بالوقت اللي الموظف ما عنده مشكلة لانه لما بيروح بيصرفها ب 150 الف ليرة تنهون لحسبت. يعني هي اللي اكتر من 95. الموظف ما رح يطالبني يقول لي ليك بدك تعطيني 95 ما انا عم بعطيه 5 بتساوي 150 بس للضمان انا بدي اكتب بدفاتري 7500 ليره. هاي الموضوعات موضوعات قانونيه عم تبت فيها جهتين. نعم. هيئة التشريع والاستشارات وعم يبت فيها ديوان المحاكم. صحيح صحيح. ف نحن يعني بيقول لي ساعات مدير العام دكتور محمد كركي تعبير حلو. كنا لما نقعد ونحكي عن موظفين الضمان والمدراء ورؤساء البكاتب والى اخره ماشي الحال. لحد نحكي هلا على الهواء عن بعض اسرار العمل يقول لي كل واحد يشتغل شغله. نعم. وحقيقه هالمبدا الحلو الجميل اللطيف الموجز بكفي انه اليوم خلي هيئه الاستشارات وهيئه الديوان المحاسبه وبحر وديوان المحاسبه هن يشتغلوا شغلهم بهالمساله. هذه هي مساله قانونيه هن قضاة والى اخره. ونحن بالنسبه لنا بدنا نشوف بدل نقل 95 ألف. نعم. لما عم نشوفه فريش لا ساعتها المفتش بده ياخذ هالجانب هذا انه لا في بدل اسمه 95 ألف. نعم. طب وين ال 95 ألف؟ وين؟ مش موجود. نعم. مش موجود. مع انه في شغل بس اساسيه بدي اقول لك اياها. نحن مع بدل النقل اساسا لا يخضع للضمان. صحيح. الاجتماعي الا اذا تجاوز الحد. صح. الادني. صح. بمقدار التجاوز. صح. فهي مساله بدها ربط قانوني ولكن انا التصور الاولي لا بدها ناخذها على سعر السوق او سعر صيرفه وما الى ذلك. نعم. 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 طيب جو اليوم هل أصبح الحد الأدنى للأجور 1,600,000 ليرة مثل ما بيقولوا يعني ليرة لبنانية بعد مرسوم بدل النقل الجديد اللي كنتوا عم تحكوا عنه؟ لا هو مرسوم بدل النقل كل مرسوم بيطلع بآخره
بيكون في الأسباب الموجبة، يعني ليه تعدل بدل النقل. بالأسباب الموجبة يلي هي برات المرسوم نحط أنه اجتمعت الهيئات الاقتصادية مع وزير العمل مع ممثلين عن الاتحاد العمال العام، وبهيدا الاجتماع قرروا يزيدوا بدل النقل من 65,000 ل 95,000 لا يتناسب مع الارتفاع بأكلاف النقل والمحروقات. وهن بالاجتماع ناقشوا زودي على الرواتب بقيمة 600,000. نزل خبر نقطة. هيدا خبر أوكي. وضمن الأسباب الموجبة يلي كمان كان فيها هيدا الجملة ما تنحط أصلا بالمرسوم، لأن الأسباب الموجبة للمرسوم، المرسوم طالع بمادتين، أنه يتعدل بدل النقل من 65 ل 95 ويعمل بهيدا المرسوم فور صدوره، هو المادتين. الأسباب الموجبة فيها ما تحكي شو صار بالاجتماع يلي ما له علاقة، بس لما اجت الناس قريت صارت تقول مثل ما قال دكتور غازي الحد الادنى مليونين وحكيوا ب 600 معناتها مليونين و 600. ممكن يرجع يطلع مرسوم ثاني ويعدل ويزيد 600,000 ليره على المليونين ويصير الحد الادنى مليونين. بس بالوقت الحاضر الزوده يلي اجت بدل غلى المعيشه المليون و 325 انضافت على الحد الادنى القديم اللي هو 675، صاروا يعني اثنينات ونجمعوا مليونين. احسن يعني الحد يعني عمليا الحد الادنى مليونين. بس ال 600,000 هي شو صار بالجلسه وليه زادوا ال 65 ل 95، بس بالوقت الحاضر لا ما لها علاقه بالمرسوم. ما انا طالع بالمرسوم. كلام سليم. الاوضاع الاقتصاديه ضاغطه على الموظفين، ضاغطه على الشركات، يعني تخربطت كثير الامور. ونحن بنعرف ضمان الاجتماعي ما بيحبز او بقوانينه اجمالا ما عنده كثير تراجع بالمعاش اجمالا. الراتب بالنسبه للضمان مبدئيا لازم والأعلى. يرتفع ما ينخفض. صح. ولمن بينخفض بمحلات حاله بنحاسبه على الاعلى، بياخذ الضمان على الاعلى، بيشبه الفورمولا 1 ما بيرجع اريار، يعني بضل ماشي لقدام. بس اليوم في شركات مش عم تفتح كل الوقت، مثلا انا بتقول لك الدوله مش عم تفتح كل الوقت، الضمان مش عم يفتح كل الوقت. اليوم في فرع بالضمان الاجتماعي مش يعني صار مشكله بموتور الكهرباء اللي اخذين منه اشتراك، سكر، رح يسكر الضمان يومين تكين زبط. انا عم بحكي ما عم بحكي عن الدوله ولكن لا كملي. نعم. ولكن حتى مش عم يشتغلوا كل الوقت، ولكن عم تضل الرواتب نفسها. ايه مزبوط. انا هلا بقول لك، بس اليوم ما فيك تقول له لقطاع خاص انه انت موظفينك، انت ما عندك كهرباء، ما عندك اشتراك، ما عندك مازوت، وموظفينك قادر تشغلهم، اعتبروا معمل، انا مش عم بعتبر شركه او مكتب او شيء، مكتب محاماه، اعتبروا شركه، معمل. ما فيك تقول له موظفينك بيشتغلوا نص نهار لانه ما عندك مزود، بس بدنا ندفع لهم راتب كامل. انا عم دور معملي لانتج ثلاث ايام بالجمعه، كيف بدي اقدر اتحمل توفر اكلاف المزود؟ كيف بدي اتكلف اكلاف اجور خمس ايام؟ مجبور. اولا يعني رح احكي معك بشكل كمان مثل ما تعودتوا علي، واضح وصريح وجريء. ان شاء الله ان شاء الله. انا بشك انه هالحاله حاله عامه، اذا كانت موجوده فهي حاله استثنائيه معهم. ومع ذلك قانون الضمان الاجتماعي هالموضوع عالجه، وانا لما كنت مدير تفتيش عملت فيها مذكره وجهتها للمفتشين، وبتعرف المذكرة معروفة رقم 19 وعملت صحيح خضت البلد، انه القانون عم بيقول القانون الضمان الاجتماعي يقول اذا انخفض الراتب او الاجر لاي سبب من الاسباب، بما معناه معمول الحرفية، اذا انخفض الاجر لاي سبب من الاسباب لدى صاحب العمل نفسه فتحسب الاشتراكات على اساس الاجر الاعلى. طبعا بهالحالة هذا هل هناك اجتهاد مقابل النص يا استاذ جو؟ لا اجتهاد مقابل النص. انا صح مش قاضي ولا محامي ولا حقوقي، ولكن هي مسائل بنعرفها، يعني يسمحوا لنا الجميع. لا اجتهاد مقابل النص، خاصه اذا النص كان قانون مش قرار مدير عام او قرار مدير بالضمان الاجتماعي او رئيس دائره او الى اخره. لا. فبالتالي اذا صار في، لو فرضنا صار في تخفيض اجر، ساعتها لا نحن ما ناخذ الاشتراكات على الاجر الاعلى. اثنين،
انه بهيك ازمه يا استاذ جو، بهيك ازمه، وهي المؤسسات نفسها اللي عم تحكي عنها عم تشغل 3 ايام او اقل او حواليها، عم تحاسبني بكل شيء، بكل شيء على اساس دولار السوق، بدها تيجي تنزل اجور الاجراء. يا عمي هذا الاجير شو بده يحمل؟ يحمل بعد يا عمي، لا يجوز لا قانونا ولا ادبا ولا اخلاقا ولا انسانيه ولا حتى بالسياسه الاقتصاديه والاجتماعيه ما بصير هيك. اقروا مبادئ العالم بالمفكرين الاقتصاديين وما الى ذلك، ما بصير هيك. لازم هالناس هول يقدروا يعيشوا لحتى يقدروا يشتغلوا، ولما بيقدروا يشتغلوا بيقدروا يعطوا وينجزوا. اسمحوا لنا فيها اشتغل. طيب للمساعدات الاجتماعيه يلي انعطت، المساعدات الاجتماعيه كمان انت طلبت مني بهالزمانات استشاره، قلت لك الضمان الاجتماعي بيعتبر انه اذا كانت المساعده ظرفيه، واحد على سبيل المثال قبل الانهيار المالي، واحد تجوز، واحد مات، واحد طلع من الشغل، واحد الى اخره، مساعده اجتماعيه ظرفيه لا تحتسب من لواحق الاجر. ولكن لما بصير المساعدة الاجتماعية لا لها كما نص الاجتهاد القانوني لها صفة الاستمرارية والشمول والثبات. والثبات هو واحد. اثنين، انه عندك نظام الضمان الاجتماعي، نظام الاشتراكات، خلينا نقرأ المادة 1 والمادة 2 بتقلك هالمسائل هي بتخضع للاشتراكات. بتقلي طيب المساعد الظرفي اللي مرقت، بقلك الضمان الاجتماعي اعطى مساعدات لموظفينه، ضمان غير نفسه، مش بدلك شركة. الضمان الاجتماعي بسنة 2021 اعطى مساعدة اجتماعية 5 مليون ليرة، ما دخلها بالاشتراكات ولا بتعوض نهاية الخدمة ولا شيء. ولكن المنحة الاجتماعية إذا استمرت كل شهر أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو كل سنة، ممكن أصحاب العمل أحيانا يعني ليه حسب ما بيقولوا لهم خبراء المحاسبة، وأنت بتعرف هؤلاء فيهم أكثر مني. شكرا. قلت لكم بدي أحكي بصراحة إنه عملوها هيك بيمشي الحال، بيقع بالمغليطة بيقع بالخطأ. لا يا أخي، المنحة الاجتماعية مجرد أن تستمر صارت لاحق أجر ويستحق عليه الاشتراكات. طيب إذا كانت المنحة الاجتماعية عينية مش نقدية، يعني أنا عندي تنفترض حدا صار عنده مشكل وتكسر إزاز بيته، أنا جيت قلت له أنا هي ظرفية مقلنا لك الظرفية إلى حسابات أخرى. الظرفية إلى حسابات أخرى. متفقين. سلطة المدارس نحن عم نحكي بالشيء الذي يستمر. بالشيء الذي يستمر وإلى علاقة بالأجراء كلهم وما إلى ذلك، هي صارت لاحق أجر. طيب اليوم يعني رح أعطيك مثال على بعض المؤسسات أنا بعرفهم. ماشي سجلوا. هلا أنا رح أعطيك من خبرتي. الراتب 5 مليون قالوا ماشي الحال، هيدي آخر الشهر 100 دولار إضافية، 100 دولار فريش. منيح 100 دولار. طيب ماشي الحال. او انه هذه 1 مليون ليرة او 1.5 مليون ليرة، كل 3 أشهر بيعطون 4 مليون و500 ألف، كل 3 أشهر 4 مليون و500 ألف. هذا صار راتب لواحق اجر وتستحق عليه الاشتراكات. طيب شو رح تعملوا بالمدارس؟ اليوم المدارس بلشت، نحن ابواب المدارس قبل ما ميرابيل تختم معك بسؤال، اليوم نحن ابواب مدارس، ما في مدرسه بلبنان مش عم تطلب شقفه فريش وشقفه لبناني، وشافت اللبناني صارت كثير مرتفعه والتسعيرات بعد ما تغيرت. طيب رح تتساهل هولي اقساط. صح هولي اقساط. احنا عم نحكي اجور. لا انا اذا اليوم الشركه الضمان الاجتماعي بياخذ اشتراكات على الاجور وليس على الاقساط. لا، اذا الشركه اعطت مبلغ معين لا موظف عنده بيتخطى المبالغ يلي تعترف فيها الدولة أو تقر الحكومة وزيادة بالدولار النقدي. يعني اليوم اجت عطته 300 دولار، قلت له هول بتقدر تسكر فيهم القسط يلي صار شقفة منه بالدولار. قلت لك مقولة المدير العام كل واحد يشتغل شغلته. هلا أنا هون رح أقدم وجهة نظر الشخصية. وأنت بتعرفها. بتعرفها. بس قبل كنت أحكي هيئة الاستشارات دون محاسب وإلى آخره. انا برايي بهالحاله هذه اللي عم ينحكى عنها هلا، عم ينعطى للاجير 300 دولار نقدي فريش، اللي مفتش لما بده يروح
بده يحسب هال 300 دولار على سعر السوق او على سعر صيرفة بالحد الادنى. بس هي عم تاخذها المدرسه، ما فيها استفاده، ما فيها منفعه. انا عم اقول اجر. لا 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 الاجر، اذا جاب مقابلهم ورقه من المدرسه انه المدرسه طالبه من ضمن القسط مبلغ معين من الفريش. ما فهمت عليك. اذا الاجير جاب للشركه، الاجير جاب للشركه ورقه من مدرسه واولاده ايه؟ انه طالب شقفه من القسط فريش ايه؟ واجا رب العمل او صاحب العمل اعطيها الشقفه فريش. نرجع نقول مساعده ظرفيه شيء الى شيء، ومساعده ومنحه اجتماعيه مره بالسنه هيدي ومنحه اجتماعيه تستمر. نعم. إلا شيء ثاني. نعم. نرجع نقول هاي المسائل كلها. نعم. سواء بطبيعة الحال بدها تكون محل نقاش قانوني ومنشوف المذكرات. نعم. والقرارات اللي حتظهر فيها. أنا بالختام تأختم هيك بالسؤال الأخير، ما رح أسألك عن الأفاق المستقبلية للضمان الاجتماعي، بس قبل الهوى يعني تحت الهوى كنت عم تقلنا أنه في اقتراح معين بتحب تتقدم فيه. بحب أنا بتقول الاقتراح كان أنه هالجلسة هذه، هالجلسة التلفزيونية حسنا اليوم عم يكون معاكم بالحلقة ضيف الحلقة الدكتور غازي قانصو، مدير التفتيش المؤسسات بالضمان الاجتماعي سابقا، مدير ضمان المرض والأمومي سابقا، حاليا مستشار المدير العام. اقتراحي انه بيسوى يكونوا كل مؤسسات الانتاج موجودين هون. نعم. انه حدا عن وزارة العمل يمثل الدولة وزارة العمل، وحدا هل حدا يكون يعني كتير كتير مهم يكون وزير العمل، وإذا ما كان وزير العمل بيكون مستشار يعني مدير العام الوزارة. نعم. أو مستشاره لشؤون الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك، يكون حدا عن أصحاب العمل، يكون حدا عن الاتحاد العمال العام رئيسه الأستاذ الدكتور بشار الأسمر وهو عضو مجلس إدارة بالضمان الاجتماعي وحامل قضايا العمال وما إلى ذلك. فبيسوا هؤلاء الأشخاص كلهم اللي عم يكون الآن ممثلين بلجنة المؤشر وعم يكون في جدالات طويلة عريضة، أنا برأيي أنتوا جمعوهم، هي الطاولة بتساع. نعم. هي الطاولة بتساع طبعا. وخليه يصير في نقاش جدي وحقيقي وقدام الناس لحتى نقدر نوصل لتصور يخدم المضمون في لبنان ويخدم الشعب اللبناني كله، لأنه الضمان الاجتماعي مش بس بيخدم المضمون 1,600,000، بيخدم كل مجتمع الضمان، كل. نعم. مجتمع الضمان ما في شك. نعم. نعم. يعني أنا استاذ غازي بدي اول شيء اتشكرك على هيدي الحلقه، على كل الايضاحات اللي قدمتها، وشكرا على الشفافيه تبعك، وان شاء الله على امل انه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكون عم يتفعل اكثر واكثر. بنوجه تحيه لكل العاملين، وبنوجه تحيه ايضا لكل الاطباء والقطاع الصحي اللي سبق وذكرني. جو بدي اتشكرك، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا نحن وصلنا لختام حلقتنا، شكرا للمتابعه والى اللقاء. شكرا لكم.